السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا خامس، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله كويسين. شو عملتوا بالعطلة؟ إن شاء الله كانت عطلة وفد، إن شاء الله سعيدة بإذن الله، وإن شاء الله بنلتقي مع بعض إن شاء الله في هذا الفصل إن شاء الله عن قريب. واليوم إن شاء الله بإذن الله بدي أبدأ مراجعة هو الأشياء البسيطة أو الأشياء الأساسية. ايش هي الاساسيه؟ ان انا كيف بدي اقرا اي عدد، كيف بدي اطلع قيمته المنزليه، وكيف بدي اعمل له تحليل. هاي هي اساسيات ومقارنات كمان الاعداد. هاي اساسيات الرياضيات عندي اللي بكون عارفها، الرياضيات بتكون عنده سهله كثير. اليوم ان شاء الله باذن الله حناخذ شويه مثال ونبدا نكتب على اللوح. نأخذ مثال بسيط ونبدأ نقرأه ونكتبه ونحاول كمان نحلله، نأخذ الكتاب في الكتاب هنا. مش مشكلة، أي رقم حناخده. نرفع بعض العدد الأول بدي أقرأ، كنا عشان أقرأ أي عدد مثل لازم العدد يجزأ، لازم العدد يجزأ من جزءه ومن اليمين وليس من اليسار. شو تقولوا لي؟ والله ما احنا بنكتب بالإنجليزي، ليش من اليمين؟ خلاص التجزئة من اليمين وليس من اليسار. خلينا مع بعض نبدأ نجزأ الآن. هاي أحد، عشرات، مئات، أحد بسميها ألواح، حداد صح؟ سميناها بالشكل هذا. أحد، عشرات، مئات سميناها الألوف. أخذت أحد، عشرات، مئات بس، أحد، عشرات، مئات بس، واحدات، أحد، عشرات، مئات، ألوف، وما فيش عاد يضل منزلة، منزلتين مش مشكلة، بالآخر اللي هي أربعة منزلة واحدة هي الملايين. مش هيك يا مس؟ احنا كنا نسهل على حالنا دائما، بجزئ من اليمين ثلاث منازل، احد عشرات مئات الواحدات، واحد عشرات مئات الالوف، واللي ضل ان شاء الله منزله واحده مش مشكله بعندي اللي هي الملايين. لما اجي اقرا مس بدي اقرا من اليسار، لما اجي اقرا يا مس بدنا نقرا من اليسار. كيف بدنا نقرا من اليسار؟ نبدا اليسار، هي اليسار، هي يسار يا مس، شايفين يساري هي يساري. أربعة، إيش جنبها؟ أربعة، من هون بكتب عادي يا مس، عشان ما ألخبط وأكتب هون وكتبت بالعربي أرجع أكتب بالإنجليزي، لا، أكتبي أربعة بجنبها إيش؟ مليونًا. أنا بكتب بالإنجليزي عادي، بكتب رقم، بكمل، و نقرأ أحد، عشرات، مئات، ثمانمائة وعشرة. حطها بين قوسين، ايش جنبها يا مس؟ الفا، قلت انا احط الايش؟ الهمزه عشان ما تكونش كانها واحد. كملي يا مس، بكمل يا مس، و احد، عشرات، مئات، 900، و ستة، و 20. هل اكتب جنبها شيء؟ لا، اكتب جنبها شيء مس، ما في شيء، شيء هاي وحدات صح مس؟ صح؟ طيب تعال ناخذ مثال اخر، نبدا ونحط قيمه منزليه. ناخذ مثال اخر ونبدا نحط له القيمه المنزليه. ناخذ مثال كمان، ناخذ الكتاب يعني السرعه مس، عادي مش مشكله. ناخذ مثال اخر عشان نحط القيمه المنزليه. خليني اخذ كتاب رقم، مش مشكلة، أنا بدي أبدأ عندي، ناخذ أي رقم من هون. أيوة، أنا بدي آخذ شغلة معينة عندك، خليك معي.
خليك معايا خامس. نبدا ناخذ القيمه المنزليه لهذا العدد. انا بدي القيمه المنزليه للصغير. اكثر طلاب بياخذوا فضل الحكي. اول شيء عشان اطلع القيمه المنزليه ممكن اجزء وممكن عادي، لكن انا اجزء احسن لي عشان ارتب افكاري. اجزء هون احد عشرات مئات، احد عشرات مئات. هون زي ما حكينا الواحدات، هون الالوف تجتمع، هون الملايين طلعت من سته. اجي على هاي بتقولي هي نسبه، وقلتي بتحطي صفر، بتحطي واحد اثنين ثلاثه اربعه ثلاث اللي هي المنازل اللي امام اي عدد بدك القيمه المنزليه له وتحطيها. طيب يا مس، هي واحد منزل، منزلتان، ثلاث منازل، اربع منازل. لو احط اربع منازل هل بتغير الصفر قيمته؟ لا، تزبطش معي على الصفر هذا الحكي. صح كلامك 100% يا ساره خامس. انا قلت لك نزل العدد اللي بدك تحط القيمه المنزليه تبعته وشوف كم منزل امام. المنازل اللي امامه بحطها اصفار، لكن يا خامس هذا الصفر، هل حطيت الاصفار الاربعه هذول واحد اثنين ثلاثه اربعه، هل تغيرت قيمته المنزليه؟ لا. فانا معناته الصفر ما بزبط معي. ليش انا حطيت لك الصفر تحط لي القيمه المنزليه له؟ عشان ما بزبط معي هيك. الصفر بقول له هون الواحدات، هون الالوف. الصفر قيمته المنزليه ايش يا مس؟ هاي احاد الالوف، هاي عشرات الالوف، هاي مئات الالوف. عين هاي احاد الالوف، هاي عشرات الالوف، هاي مئات الالوف. الصفر يعتبر عشرات الالوف. الصفر يعتبر عشرات الالوف. هذا الصفر، هذا الصفر. لو قال لي هذا الصفر بقول له احاد الالوف، لو قال لي هذا الصفر بقول له هذا مئات، هذا مئات صح؟ احاد عشرات مئات. هذا ايش مس الصفر؟ هذا مئات. خلينا نشوف الاصفار نعملها. هذا مس ايش اسمه؟ احاد الالوف. هذا مس ايش هذا؟ هذا عشرات اصفار. ما بقدر الا اكتب في اي منزله بالضبط بالكتابه كتابته. واضح؟ واضح مس؟ طيب لو جيت قلت لك يا مس انا بدي السبعه، بدي القيمه المنزليه للسبعه، حتقولي لي السبعه. لو قلت لي السبعه، هاي السبعه امامها واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته، امامها ست منازل، معناته يا مس حطي ست اصفار. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته. طيب لو بدي اقراها كمان مره، بدي اقراها بطريقه اخرى اللي هي وين السبعه؟ بالملايين، بالملايين. السبعه بالملايين هي احاد، نقول له احاد الملايين. بقراها بطريقتين، ناخد امامها اصفار، عدد المنازل اللي امامها بس اجعلها اصفار، واقراها قراءه عاديه هي في منزلة الملايين. بقول له أحد الملايين، عشان هيك أحب تجزئ وبحب إنك تقرأ لما حتى لو بدك تطلع القيمة المنزلية يا خامس. واضح مس؟ أنا بقول له هاي أحد وين؟ الملايين اللي هي واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة. أنا كتبتها بطريقتين، الطريقة الأولى حطيت العدد أمام أصفار حسب المنازل اللي أمامه، وبعدين قرأتها كمان بإني قلت له في أي منزلة أحد الملايين، لكن الصفر لا يمكن أحط أمامه أصفار. ليش؟ لأنه الصفر حيظل صفر. لو حطيتي 100 صفر، مليون صفر، حضر له صفر، لكن لازم أكتبه بالشكل هذا. هذا هون مئات، هون أحد الألوف، هون عشرات الألوف. واضح بس؟ طيب خليني أقرأ العدد، خليني اقرا اي عدد. اعتقد بدي اخذ عدد ثاني. ليش تاخذ عدد ثاني؟ ناخذ عدد ثاني ونقرا عادي، قراءه عاديه. اقرا العدد او
اكتبه بالصيغه اللفظيه. اقول له ايش السؤال كان يقول لي؟ اكتب بالصيغه اللفظيه. اكتب بالصيغه اللفظيه. انا اعطيك العدد، انت بدك تقول لي بالصيغه اللفظيه. خليك معايا عشان اقرا اي عدد زي ما حكيت. شوفي يا امس والله تجزئه بتريحك، انا هاي قرات هاي العدد صح؟ مش قراته؟ قراته هي قراته صح؟ قراته اللي هي هاي، الصيغه اللفظيه شايفينها؟ القراءه هاي الصيغه اللفظيه. طيب انا حقراه الان وبدي اعمل له شغله ثانيه تحليل. الان عشان اقرا اي عدد زي ما حكيت تجزئه العدد من اليمين. هاي يميني، هاي يميني شايفين يميني؟ لا تلخبطوا، في طلاب بيقولوا لي عشان يمس صرنا نكتب بالانجليزي بنضلنا نعرف من وين نبدا، لا يمس عادي، عدد زي العدد زي النقطان بالعربي عندك الاعداد العاديه، انا من اليمين كنت اجزئ دائما. هي احد، عشرات، هي مئات. الوهي هي الواحدات صح؟ هيها مكتوبه عندنا، كتبناها من الاول خلص. احد، عشرات، مئات، الالوف. ما ضلش عندي الا سته اللي هي المنزله واحده هي البدايه. لما اقرا ببدا اقرا من اليسار، ببدا اقرا من اليسار بقول سته بين قوسين مليونا. اكمل كمل احد، عشرات، مئات، الصفر مالوش اهميه. 82 بين قوسين الفا. كمل يا بس، كمل. واحد، عشرات، مئات، 503. أنا هيك قرأتها بالصيغة أو كتبتها بالصيغة اللفظية. قدرت أطلع قيمة منزلية لأي عدد عندي أو أي رقم عندي موجود في هاي الأعداد. وإن شاء الله بنحاول ناخذ شغلات ثانية إن شاء الله وإحنا بنراجع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.